أهم كلاسيكيات الدراما المصرية الجمهور اتعرف عليها في شهر رمضان: بوابة الحلواني، المال والبنون، رأفت الهجان، ليالي الحلمية، لن أعيش في جلباب أبي، وغيرهم كتير. وبسبب المسلسلات دي بقى في حاجة اسمها موسم الدراما الرمضانية، وبقى أهم الأعمال بتتعرض في رمضان، عشان كده ليها أعلى نسب مشاهدة. واتنقلت فكرة رمضان مؤخرا إلى عدد كبير من الدول العربية، فخلونا نشوف إزاي. بكرة صيام والرؤية بانت، يلا يا كنفاني. دائما ما يرتبط رمضان بالذكريات والطقوس الفريدة التي تظل خالدة على مدار الزمن، وهناك بعض الأعمال التي تدخل في هذه الذكريات والطقوس من بابها الكبير، منها الدراما والمسلسلات التي أصبحت ماركة رمضانية مسجلة ولاقت نجاحا كبيرا بسبب جمال قصتها وبراعة الممثلين في تأدية أدوارهم وفي جذب المشاهدين لهم. على رأس هذه المسلسلات مسلسل المال والبنون، وهو أحد المسلسلات الذي تعرفه عندما تسمع موسيقى تتر البداية بصوت الرائع علي الحجار وكلمات سيد حجاب. ومن أكثر المسلسلات التي أحدثت ضجة عند عرضه، وهو عن قصة رفعت الجمال الذي كان يعمل لصالح المخابرات المصرية، ونجح محمود عبد العزيز في تأدية الدور بنجاح وبراعة لم يختلف عليها أحد. أما مسلسل ليالي الحلمية فكان من أكثر المسلسلات التي تضم الكثير من الأحداث منذ عصر الملكية والاحتلال الإنجليزي إلى التسعينيات في حي الحلمية والبشوات، وكان بطولة عدد كبير من الممثلين منهم يحيى الفخراني، صلاح السعدني، وصفية العمري. كما حجزت المسلسلات الكوميدية مكانا لها على مائدة رمضان وظلت من علامات الشهر الكريم، ومن أبرز هذه المسلسلات بكيزة وزغلول، وهو من المسلسلات الكوميدية التي لا تمل من مشاهدتها بسبب خفة دم إسعاد يونس وسهير الببلي، وتدور أحداثه حول بكيزة هانم الدرملي التي تتعرض لمفاجأة بعد وفاة زوجها الثري، وهو أنه لديها ابنة تدعى زغلول تربت في الفقر وبعيداً عنها. وحفر مسلسل لن أعيش في جلباب أبي اسمه بأحرف من نور في الدراما الاجتماعية في رمضان، وكذلك مسلسل بوابة الحلواني الذي يحكي عن تاريخ مصر الحديث أيام الخديوي وامتد إلى 4 أجزاء من بطولة أحمد وفيق وصلاح قبيل وعبد الله غيث، ويعد من روائع دراما الشهر الكريم.